تفادي الأمراض الخاصة بالحر، تعالوا نعرفها إزاي نتفاداها، إزاي يكون معانا روشتة كده من خلالها نقدر نحن نعدي فترة الارتفاع بتاع درجات الحرارة ده بكل سلام وصحة إن شاء الله. من دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. دكتور مجدي صباح الخير على حضرتك. يا صباح الخيرات، اهلا بيك يا دكتور. ولو اتكلمنا عن الروشيتا دكتور مجدي بدران بيدينا نقاط 1 2 3 4 لتفادي يعني الامراض المرتبطه بالحر، واحنا في وقت فعلا العالم كله بيشهد فيه ارتفاع في درجات الحراره بشكل كبير جدا. انا حابب ان احنا نشرب الميه كويس جدا خلال فتره ارتفاع درجه الحراره وناخد الحاجات اللي فيها الميه، بس انا عايز بطاريات الميه عشان الناس ما تعرفش، بس اللي هو القرعيات اللي هي الكوسه والخيار والبطيخ والشمام، والحمد لله دول موجودين. حاجه ثانيه، نمارس الرياضه حتى في عز الحر، لان ده بيعودنا بعد كده على التاقلم مع الحراره، ودايما عندنا مثل اللي هو خير جند الارض، زي ما بيشتغلوا هناك وبعدين هناك، فنحب احنا زيهم ان شاء الله في المستقبل. حاجه ثانيه، ان احنا برضو لازم من يقسي من حكايه التهويه، يبقى التهويه في البيوت، احنا نشغل مروحه تفتح الشبابيك، خاصه بالليل والنوافذ، ده بيخلي والابواب ده بيخلي تجديد الهواء وبيخلي فيه نوع من الترطيب للبيت. الحاجه الثانيه، تدخين التبغ حاجه غريبه جدا، وجد ان التدخين بشكل عام ده بيزود ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي من 300 ل 1000 سنه، وده بيعمل ده عازل حراري بيحبس الحراره في كوكب الارض، وده من الاسباب المهمه جدا العالم برضه لازم يتنبه لها. حوالي العالم كله كل سنه بيجيل حوالي 84 طن، 84 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون في غلاف الجو نتيجه التدخين، خطر ممكن نسيطر عليه. حاجه ثانيه، لازم نستنصف غير ثاني اكسيد الكربون، يبقى كلنا بنزرع اي حاجه خضراء، ده هيقلل من هذا الوقت في المستقبل. كلنا برضو لازم نحن نتعلم نلبس الملابس البيضاء والملابس الخفيفه الواسعه القطنيه، وان احنا لازم نغير ملابسنا عده مرات في اليوم، ان احنا نستحم ونخص الاطفال عده مرات في اليوم، ان احنا نختار ابرد مكان في البيت لما نيجي ننام، ان احنا نعالج الامراض من اللي عندنا، لان احنا زي 100 مليون صحه الامراض ما تعالجها بتبقى بتمنع اللي احنا التاثيرات اللي بتيجي من ثاني اكسيد الكربون او الاحترار ده على الجسم بشكل عام. ان احنا برضو لازم نتجنب البودره والكريمات بكثره في الجلد، لان بتسد المسام وبتمنع التبريد اللي بيحصل عن طريق العرق. كل الحاجات دي كلها، ونتجنب الاكل بقى اللي ممكن يرفع درجه الحراره، يبقى شطه والاكل الدسم، الحاجات دي لو عملناها في الصيف ممكن نتغلب على هذه المشكله. دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الروشته المهمه.